السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أينما كنتم داخل وخارج الوطن، وحيكم تحية المجد، تحية الكبرياء، تحية العنفوان، تحية ثورة والوحدة والجمهورية، تحية القبيلة اليمنية الأصيلة العريقة. ما زلنا وإياكم اليوم في هذه الحلقة حول مستجدات أبناء البيضاء، حيث قبيلة اليمن من أبناء اليمن من مختلف القبل اليمنية تلبي داعي النكف القبلي لأبناء البيضاء، وهبت الأبطال من كل حدب وصوب إلى البيضاء. اليوم قبائل البيضاء كسرت ناموس الحوثي وألجمته ويعني دقت رأسه وميليشياته في التراب. اليوم قبائل البيضاء بكل فخر وعزة وأنفة تعيد للقبيلة اليمنية أصالتها وعراقتها وشجاعتها وعنفوانها. اليوم قبائل البيضاء تنتهي الفرصة أو الوقت المحدد ب 48 ساعة مضت، والليلة تنتهي هذه الفترة المحددة لهذه الميليشيات، وأمامهم خيار واحد لا سوى، إما التسليم والاستسلام وتسليم الجنى والقتلى لينالوا جزاهم العادل، أو تدق الحرب فإن بعد ذلك للرجال أن تقول كلمتها. اليوم مشاهدي الكرام قبل أن نبدأ تفاصيل هذه الحلقة واستقبال اتصالاتكم على تطبيق الإيمو والدو وعلى الأرقام المباشرة، أذهب إلى هذه الفيديو لوصول الآلاف من أبناء القبائل اليمنية وكلمة الفصل، نتابع بعد ذلك من خلال اتصالات المشاهدين بعد هذا الفيديو، نتابع ثم نعود. وجتك الحدة من لبائي العين، والآن موصلين 300 من المصعبين والشن وضريبة، والله المسقي باي سقي، وإنها لا تمتلي ردمان لا ما تسفح جمالها من الرجال المقتلة. ومعانا رسالة من لبائي البيضة يبلغها الشيخ ياسر، قالوا أن تترث البيضة الآن، اليوم ما حد يضيع من الشروط العادلة اللي طالبت بها الناس، انهم طالبين يوم من ايام القبيله تطرق لهم على العايب لا ما يبقى على صوابه. سلامتكم. ما ضمرنا الا ضمر شرف، لا هي سياسات ولا هي حزبيات ولا تلويجيه. وما تجد هي ثلاثه الفصول تجد ثلاثه ايام ما موزعه من قبائل البيضاء وقبائل اليمن كلها، حتى من ذمار ومن حتى من صعده. هذا ضمر اللي ينابه وقد صببنا وتحملنا وخلقت الناس حروفنا، الناس سوا ما أحد ولا حروف ثاني ولا جارية، وإن يبغوا غيرها أنا قد عاد إني رسلت لبقية المشايخ اللي غايبين هم باي حضروا وباي نترايا على رأي واحد، وداعينا داعي قبيلة، والموقف موقف الناس كلها، ولا وجهي إلا من جهز وجه الطارقنا من دبائي اللي من كلها، ومن جاء على داعي ان كف الجبل يحتذي على راسي ان حد عن الشيطان ورفع الظلم من البيضة، مطلب العدل والشاه هذا مطلبنا، وحروب السياسه لها اهلها ما احنا حولها وجبهتها معروفه، وان حد يضربني في الجسد احسن الناس. لا والله قد احنا نقتلونا نقتلونا، واحنا قرابتنا كامل ما يقتلون احنا وهو مداعسين، قيادتنا هي بيد ابو جهاد الاصبحي اللي قتلوا بنته وفضلوا واحد داخل بيته، ولا بنقول له شيء يقدم واحنا قفات. لا والله احنا بنقول له قول لنا وين نقدم وتجس في بيوتنا معزز مكرم الامام بيض وجهك وجهك نروح.
إذن بيض الله وجه كل القبائل اليمنية وقبائل البيضاء على وجه التحديد أمام هذا التحدي القائم، وكما قلت في حلقة سابقة أنظار اليمنيين بل ملايين اليمنيين في الداخل والخارج اليوم تتجه صوب صعدة لما تحمله من إرث تاريخي والتي وقفت في الماضي والحاضر وستقف في المستقبل في وجه الإمامة والطغاة والقتلة والمجرمين. اليوم أبناء البيضاء يمثلون أيضا دافع وطني وإنساني وقبلي ونكف، بعيد عن السياسات، بعيد عن المناكفات، بعيد عن الصراعات القائمة. اليوم القبيلة اليمنية يعني حان الوقت لتقول كلمتها بعد أن فشلت ما سميت بشرعية على مدى 6 سنوات. اليوم الناس جميع الأنظار تتجه أنه كل القبائل اليمنية ستتحرك. الحوثي جبان، دائما ما نكررها يا أبو رامي لكل مشايخ القبائل اليمنية، تقريبا المجرد فشل. الحوثي ما عمره يعني عاهد وثبت على مبدأه، واحد منافق مراوغ صاحب ميليشيات لا يمثل دولة ولا يمثل سلطة بقدر ما يمثل قائد عصابة لشوية سرق بلطجية يعني مستأجرين ينفذون المشروع الإيراني في المنطقة. أول المتصلين معي، مرحبا. ألو، مرحبا، موجود يا شباب؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا طيب. يا هلا مرحبا معي يا أخي. الله يحييك. معك أبو عفاس. أبو من؟ أبو عفاش. تفضل يا أبو عفاش، هات ما عندك. والله نشي ارفع طلع لنا العنوان يا عم شرف، هات ما عندك يا أبو عفاش. الله يفرجك. نعم يا أخي، كانت واصل يا أبو عفاش. يا أخي واصل. وحيك يا أبو عفاش، شكرا لك، صوتك بيتقطع. آلاف الرسائل المشاهدة الكرام التي ستعرض على الشاشة كلها تؤيد أبناء البيضاء ويلبون النداء والنكف، سواء من كثير من المحافظات، من شبوة، من تعز، من إب، من دمار، من حجة، من حتى من صنعاء، من كل القبل اليمنية. لا يعتقد الحوثي أنه حين كسر قبيلة من القبائل نتيجة لظروف حصلت كما حصل في حجر أو غيرها أنه بيكسر كل أبناء اليمن، مستحيل. إذا كانت أبناء الضالع كما قلت في حلقة سابقة بسلاحهم الشخصي كسروا خشمك يا حوثي، أنت وميليشياتك، وبسلاحهم الشخصي، لأن اليمنيين ضاقت بهم درعا من هذه الميليشيات. اليوم الناس تئنوا من الجوع، تئنوا من الفقر، تئنوا من المرض، الناس معلقين بالملايين مسرحين في الداخل والخارج. ما الذي تبقى إلا أن الكل يثور والكل ينتفض والكل يستعيد جمهوريته ومؤسسات الدولة وبعد ذلك الصندوق الحكم بين كل اليمنيين. ومتصل جديد. ألو. ألو مرحبا. وعليك السلام ورحمة الله، من معي يا أخي؟ مرحبا عبد العالم العواضي. أهلا يا شيخ عبد العالم، تفضل أخي، أنت على الهواء. مسي عليك بالخير. أنت جميعكم برنامج قناة اليمن اليوم وقناة كل الأحرار والشرفاء، نشكركم على تفاعلكم مع هذا القضية، قضية جهاد الأصبحي. نعم. قناة القبل الذي دعاه إليه الشيخ ياسر العواضي. نعم. جميع مشايخ البيضاء والعامة، لأنها قضية شرف وكرامة، هم كل الأحرار والغيرون في أنحاء اليمن. واصل. الحوثي ارتكب جريمة جميع ليس الأولى في محافظة البيضاء، بقبلها ارتكب جريمة نبكم مشايخ العمر وقضايا كثيرة ليس عن المجال والمجال والوقت لحصرها. ما زال الحوثي نعم يتعمد، فقد ارتكب جرائم عدة. واصل. الآن لا زال سيارية. لا زال الحوثي واصل حلا جاء سياري وغيره وغيره ما في تسليم الجناح العدالة، واصل وراء واصل، لا يوجد أي استفادة بنا إحنا والحوثي حتى الآن. والشيخ الخضر الأصبحي المشايخ البيضاء. نعم. كما يزعم الحوثي في سنوات الأموال أن يتم بتحكيم الشيخ الخضر الأصبحي في صنعاء، هذا ليس له أي أساس من الصحة. تقبلها الشيخ الخضر الأصبحي في مقطع فيديو تم تداولة على القنوات لما وضع تواصل ينفي كل ما نسب إليه من ادعاءات باطلة، يؤكد أن أحد مشايخ البيضاء وأنه لا يمكن يتحكم إلا بمشايخ البيضاء. نعم. بدم الشهيدة، دم كل اليمنيين، لا يمكن نتنازع عنه ونتخلى عنه. صحيح. وكلف نفسنا. تحية لك يا شيخ عبد العالم، تحية لك وتحية لكل القبائل التي لبت النكف القبلي وما زالوا مستمرين، أشكرك. ومتصل جديد. ألو، معذرة على المقاطعة يا شيخ عبد العالم، الصوت شوية ضعيف. ألو مرحبا. يا ألو. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء جماعة الذي مش قادر يمسك مع الخط،
الذي مش قادر يمسك مع الايمو بالامكان الاتصال على الدو او على الارقام المباشره. الو، هلا وسهلا. هلا وسهلا، مرحبا، من معي يا اخي؟ ابو نوره، كيف انت؟ حياك يا ابو نوره، على راسي، تفضل. حياك الله يحفظك. ارفع لنا الصوت يا عم اشرف. الو، هلا هلا، معك. واصل يا عم ابو نوره، واصل. والله يا اخي القضيه فيها حشد، بلغنا فيه حشد يا طول عمر، قاعد يحشد الرجال من جبهات بالليل. صحيح. ويوصلها يا طول عمر على مشارف البيضاء. ويبقى يعمل لهم زي ما عمل الحجور. بعيد عليها، ابعد من عين الشمس يا ابو نوره. صمدت حجور 56 يوم وهم محاصرين من اربع جهات. حاصروهم. واصل. وبالنسبة يا طول عمر نبغاهم، يا طول عمر نبغاهم التفات شعبي يا طول عمر. ومن يده، من بيده مساعدة، ومن يده قوة، ومن بيده مال يا طول عمر، أن يدعمهم الناس يا طول عمر. إذا تكاتبوا في أي مكان صعب الأيام هذه. إلا بدعم يا طول عمر أن يسعينهم ويعاونهم يعني. صحيح، وحيك أبو نورة، شكرا لك. يا طول عمر، الحرمة، الحرمة اللي اتصلت أمس الشاعرة اللي تقول ليش يحارب المرأة، مع الأسف ومع احترامي لكل بشر يا طول عمر في العالم، إلا أنهم طلعنا أشلى منها وأحسن منها يعني. والله نعم. وليش ما حاربهم الحوثي؟ صمدا في وجه الحوثي أقوى من ما يصمد الرجال من ساعتها ليومك هذا. هذا جوابي يا طول عمر على ليش يحارب المرأة. المرأة ناضلت يا طول عمر أكثر من ما ناضلوا الرجال. فعلا احنا وأنا واحد منهم يا طول عمر صمتنا الكثير، لما حتى دهورت الامور وراحت الى ابعد من حدودها. اشكرك يا ابو نوره، تحيه لك وتحيه لكل ام صامده امام هذا الجبروت، تحيه لك. ومتصل جديد. الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ يا حيا مرحبا، من معي يا اخي؟ معك ابن ابناء البيضاء. يا حيا على راسي، تحيه لكل ابناء البيضاء، تفضل اخي. كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال، هات ما عندك. والله نشد ونحن واقفين مع قبائل البيضاء وبدعم من المغتربين كامل. والله نعم. وكامل ومعهم من ساعة الصفر إلى ساعة النهاية. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، بداية الانتصار لكل مظلوم، لكل مضطهد، لكل مرمي في السجن. ساعة هذه نعم. ساعة النصر حالت ذا الحين. إن شاء الله. كم يا ايتام، كم يا ارامل يا ابن البيضاء، كم يا كم قتل الحوثي، كم غرر بابناء القبائل بالالاف، فتح لهم المقابر. قتل مننا آل حميقان، قتل مننا آل حميقان في حدود ال 450 شخص. الله لا جبره، لا في الدنيا ولا بالاخره. امين امين. وذا الحين بدق ساعه الصفر ان شاء الله. ان شاء الله، وتحيه لكم، تحيه لكم، وشدوا شدوا الشعب معكم. الشعب اليوم مع اي شخص يا اخي يحمل مشروع وطني. الحزبيه قلنا لابناء البيضاء ولكل القبائل اليمنيه، دوسوها تحت اقدامكم. الشرعية أصبحت من الوهم، لا تراهنوا عليها، راهنوا على الأبطال، راهنوا على من تبقى فيهم نخوة من أبناء الجيش. ومتصل جديد. ألو، يا هلا ومرحب، من معي يا أخي؟ ألو، ألو. وعليك السلام ورحمة الله، من معي يا أخي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل أخي، من معي؟ معك أبو جد. أبو من؟ ابو من؟ معك ابو زيد يا اخي، عبر قناتكم هذا الى وحدة الشرق. نعم، واصل يا ابو حسين، هات. ولما الكلمة. واصل، اشكرك، وصلت رسالتك. غيره يا شباب، متصل جديد. الو، الو. وعليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. يا هلا ومرحب، معك محمد المجدي من الجبل. يا هلا بابناء مارب، تحيه لك ولكل ابناء مارب يا عم محمد، تفضل. واحيي كل ابناء البيضه الابطال بقدمتكم على عواض وكل الشعب اليمني. ونقول لهم انهم لانتوا كلمات الشيخ احمد سالم العواضي الذي قال، يقول ابو طارق الاجواد ما تهزم ولا تنال الجمال هزوم بعطائه. الله الله. شفت الهمم، شد الهمم يا بني عمي، تزيل الهم قدامكم، قوم. واصل. الخصمة قدامكم، قوم الخصمة، يعني الخصمة يعني. إلى آخر ما قال. أبناء البيضة. أقول لأبناء البيضة عليهم أن يشدوا حزمهم، وأهل مارب مجهزين أكثر من 400 طقم. والله ونعم، ونعم بالرجال.
والله العظيم والله العظيم ونحن مستعدين لساعة الصفر. لا يمسوك اللي ما في شيخ محمد سالم العواضي. أشكرك يا عم محمد. لهم أبطال ولهم تاريخ سابق في النضال والبطولة ضد كل متعجلة وكل وضد نعم. كل متكبرين. نعم أشكرك يا عم محمد تحية لك. ودائما ما نقول مشاهدينا الكرام الابناء البيضاء ما اعتدوا على احد، اليوم ابناء البيضاء يسطرون ملحمه تاريخيه وطنيه مع كل قبائل اليمن، حان الوقت ان يقولوا للظلم لا يعني الى هنا ويكفي. ان ينتصروا لكل مظلوم، لكل مسجون، لكل يتيم، لكل ارمله، لكل شهيد، لكل جريح. ومتصل جديد. الو الو مرحبا. موجود يا شباب؟ لا راح. ها اهلا ومرحبا معي يا اخي. الو يا الو مرحبا. الو تفضل يا اخي اسمعني من التليفون الله يخليك، اسمعني من الجوال. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، من معي يا اخي؟ اخ كيف الحال؟ نحمد الله على كل حال، عرفنا عليك. ايوه كيف حالك؟ نحمد الله عرفنا عليك، من معك؟ ابو سامي من المحويك. تفضل يا ابو سامي اتفضل انت على الهواء. وانا احيي قبائل البيضاء والمشايخ. نعم والله، وينصرهم على هذول الكلاب هذول اللي بعيد عن السب يا ابو سامي، بعيد عن السب. قل المجرمين القتله اللصوص السرق ممكن. المجرمين القتله اللصوص. اشكرك اشكرك يا ابو سامي، تحيه لكل ابناء المحويت. ومتصل جديد. الو يا هلا ومرحب، كيف حالك؟ حياك اخي، من معي؟ ابو راجح الراجح الله يحفظك. اهلا يا ابو راجح، تفضل. نناشد قبائل البيضاء بان ينتموا مع الشيخ ياسر احمد سالم العواضي. ويل النكف القبلي لتحرير محافظه البيضاء من العبوديه. نعم. ويترك مشايخ الفيسبوك عليهم تحرير محافظه البيضاء. اشكرك يا ابو راجح. أشكرك وتحية لك، وتحية لكل القبلة اليمنية التي لبت النكف القبلي. والنكف معروف لدى اليمنيين، إيش معنى القبيلة؟ إيش معنى النكف القبلي الذي هو دستور معروف لدى الآباء والأجداد؟ إنه المال يضعونه تحت أقدامهم. اليوم الحوثي مذكر أبناء البيضاء في 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 انتفاضة 2 ديسمبر ضخ الحوثي للقبائل طوق صنعاء يمكن أكثر من 20 مليار، وبعد ما استشهد الزعيم الصالح ذهبوا بأطقمهم واستعادوا تلك الأموال ورقموا لكل شيخ مليون مليون وقالوا له هذه قيمتك. يا للعار انه الناس بقت تبتاع وتشتري. الدماء الدماء غاليه، لو يجمعوا لا يجمعوا مال الدنيا الا العار الا الدماء. ما حد يعود بطن امه مره اخرى يا ابو رامي ولكل مشايخ اليمن. الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح زعيمك لما استشهد سال لجنه الوساطه حينها لما جلسوا يلعبوا بالوساطات، ما وساطات، من اكبر من الحوثي؟ قالوا الموت، تحدى الموت استشهد. واليوم لو يعود الزعيم ويعود الزوكاله تمنوا ان يستشهدوا من اجل وطنهم 1000 مره، لأن الموت في أي لحظة هو حق على كل إنسان. يبقى ماذا يصنع كل واحد لنفسه من تاريخ، من بطولة، من رجولة تنحت في قلوب الأجيال. ومتصل جديد. ألو ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبو طارق رحم الله من ذكرت. حياك أبو طارق، تفضل أخي. رحم الله من ذكرت الزعيم علي عبد الله صالح وأخيه عارف الزوكة، وإن شاء الله وياه في الجنة سويا. آمين يا رب. وكل الشهداء وكل الشهداء. نعم. شهداء اليمن الأبرار والمسلمين عامة. نعم. أقول إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بإذن الله إن شاء الله بجاه الشهر الكريم فكحنا ربي من غريفة. آمين. نعم. ما عاد له شهاد وجود آد ولا آد له إن شاء الله في اليمن خط بقلم. آمين يا رب. حق الأمم المتحدة اللي ضاحكوا علينا وحنا بلا حبل. تجار هؤلاء طالبين الله، ما همهم لا إنسانية ولا إنسان ولا حقوق إنسان، كلها طلعت كذب، كلها افتراءات، كلها مصالح. نعم وأنا شد على أيدي أبناء البيضاء وكل قبائل اليمن الشرفاء، متأكد أنهم من كل قبائل اليمن في البيضاء. نعم واقفين. صحيح. أنا أتكلم عن من الحديدة من أكسل. أحييك يا أبو طارق. وقلبي مع أبناء البيضاء أبناء أمومتي. أحييك يا أبو طارق، شكرا لك، وصلت رسالتك. ومتصل جديد. ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من معي أخي؟ كيف حالك يا أخ فارس؟ معك عبد الله راشد. أهلا يا عم عبد الله، تفضل أخي. كيف حالك؟ نحمد الله على كل حال.
هات ما عندك. الله يرحمه، الله يرحم علي على عبد الله صالح الله يرحمه. نعم. والقضية هذا لا ينفع الحوار معهم. صحيح. وتكلم قال حاور معهم لكن ما نفع معهم الحوار. نعم. هو ما ينفع من القوة. تمام. والأخوة المسلمين نفس التطبيق نفس الحوثة. الأخوة المسلمين ما ينفع الحوار. النبي هذا علي عبد الله يرحمه لما تكلم الحوار مع الأخوة المسلمين قال لا انتهى الحوار. قال انتهى الحوار. طيب الحوار كلام الله لا ينتهي. يدل انهم مفلسين افلاس. صحيح. وفيهم حماقة وفيهم غباء. ولكن اطالب اهل البيضاء ان يتحركوا ويمدوا لطارق وان شاء الله طارق بيتحرك ان شاء الله. كل الرجال كل الرجال يا ابو عبد الله كل كل الامور الامور طيبه ونبشر كل اليمنيين نريد من الذي في البيوت الاباء والامهات كبار السن ان يتوجهوا الى الله يدعوا للابطال يدعون للابطال بالثبات زينين زينين لا ما في كلام والامور واصل والامر لله ان شاء الله الامور زين جلي ان شاء الله الحوثي زي نهار وما دام طارق موجود والقبائل يتحركوا وان شاء الله نهايه الحوثي وخيمه اشكرك نهايه وخيمه اشكرك يا عم عبد الله. وفي شهر رمضان المبارك مشاهدينا الكرام الذي كان اكثر الغزوات فيه اليوم نقول للحوثي البيضاء غير كل القبائل مهما حاولت مهما حشدت طالما وانت تعتدي على الحرمات وعلى بيوت وعلى قدسية الناس وصلت إلى المرأة هذا دليل إنك منتهي على أنك مجرد أجير أنت يا عبد الملك الحوثي مجرد مجند أجير لتدمير الشعب اليمني لقتل الشعب اليمني. اليوم لو كشف الله الحجاب في البيضاء وكل مناطق اليمن بنشاهد الشجر والحجر والمدر يقول هذا حوثي خلفي من كثرة ما قد وصلت بالناس من سخط وغضب وجوع وفقر وألم من كثرة جرائمك أنت ومرتزقتك وميليشياتك. ومتصل جديد. ألو يا ألو مرحبا موجود يا شباب اللي راح. ألو يا ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أستاذ فارس على المساك بالخير. وياك والنعيم أخي من معي. فارس أهلا وسهلا تفضل. اليوم عبد الجندي بيسوي رسالة للشيخ ياسر العراضي بيتوسط فيها وهو بعيد عن القبيلة ولا يعرف حاجة باسم القبيلة لأنه ناقص. والله كل واحد عبر عن رأيه يا عم فارس وبعدين هو تحت الإقامة الجبرية معذور يعني كل منهم تحت الإقامة الجبرية هم دالحين يحاول الحوثي يوسط الجن والإنس. الحوثي القبائل البيضاء كسرت خشم الحوثي حتى الآن حتى الآن الحوثي كسر رأسه وكسر خشمه. نعم. وبيتكلم باسم القبيلة. واصل رسالتك. أقول لك هذا ناقص بيتكلم اسم القبيلة قال هذه بنت الأصبحي ما هي فاطمة بنت محمد ورحنا وصلنا إذا إلى إلى نقطة السوداء إلى العيب الأسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. يوصلون ذي قال بنت. إحنا ما سمعنا هذا الكلام ما قرأنا لكن إذا كان قد قال هذا الكلام فهو يعني لا يخص إلا نفسه. وحييك يا عم فارس شكرا لك. والله العظيم والله العظيم يا أستاذ فارس إني سامع اليوم من قناة اللحظة يا للعار الناقص بيتكلم بالدين وهو بعيد عن الدين وبيتكلم على القبيلة وهو بعيد عن القبيلة ناقص. أشكرك أشكرك. واليمنيين يعرفون ما معنى النكف القبلي وما معنى القبيلة والقبيلة اليمنية على مر التاريخ معروف ومشهود لها بالأصالة والعراقة والبطولة والتضحية والفداء. ومتصل جديد. ألو ألو مرحبا. أعود وأكرم مشاهدي الأكارم من اليوم أيضا الحوثي في البيضاء كسر ناموسه وكسرت قبائل البيضاء كبرياءه وغروره ولا يعني ليس أمامه من خيار. اليوم لو شرطوا أبناء البيضاء على الحوثيين أن يسلموا عبد الملك الحوثي ممكن يسلموه لأنهم يعرفوا أن قبائل الحوثي أن قبائل البيضاء خط أحمر وعارفين أن هؤلاء الرجال ما هم معتدين هم مدافعين عن أعراضهم وعن كرامتهم وداعي النكف اليوم إن شاء الله بينتصر لكل اليمنيين لكل مظلوم لكل منتهك. الآلاف في السجون الآلاف في السجون الآلاف يعني تئن من الجوع الملايين ما إلى مشرد وقتيل من تحت هذه الشرذمة التي أتت لنا تحت تسلقت إلى صنعاء وإلى المحافظات تحت مسمى إسقاط جرعة فأسقطت الشعب والوطن والنظام الجمهوري وكل شيء. ومتصل جديد. ألو يا ألو مرحبا. غير يا شباب ما في صوت يا أخي. غير يا شباب. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو عفاش يا فهد. اهلا يا ابو عفاش، ارفع صوتك الله يخليك، ارفع لنا الصوت يا شباب. تفضل يا سيد فارس. تفضل. اش يدعو اهل البيضاء ان لا يقبلوا اي وساطه. نعم. الحوثي يراوغ، هم عارفين انهم مراوغ، مراوغ كذاب منافق. نعم، يحاول استغل الوقت. ايوه بس ايوه اش اقول لك، ان الوساطه هي الذي ضيعت علي عبد الله صالح. حسبنا الله ونعم الوكيل، لله الامر، لله الامر من قبل الوساطه علي. ايوه يعني احنا ما نشتيش وساطه، احنا نشتي حرب لهم ينهيهم. نعم. ونشتي نتخارج، اليمن تعبت، احنا ابناء اليمن تعبنا. لا رواتب لا دنيا. صحيح. احنا في امراض كورونا، حالتنا صعبه. صحيح، احييك يا ابو عفاش، احييك وان شاء الله تصل رسالتك. وكنا كما قلنا انك في القبل ايضا يشمل كل ابناء اليمن، وقضيه ابناء البيضاء قضيه كل يمني. ونعود نكرر، كانت خطاب ابو رامي الشيخ ياسر العواضي واضحه، احنا لسنا صرف، يعني ليست قضيتهم صراع سياسي، ولا أحد يستطيع يقول أن هؤلاء مع فلان ولا مع زعطان. هؤلاء حملوا قضية شرف، قضية عرض، قضية كل أبناء اليمن، وبالتالي يجب على الجميع الوقوف بحسم وبشجاعة، وما أحد يعود بطن أمه مرة أخرى يا رجال. اليوم الرجال دعت الرجال، ما على الأبطال إلا أن يبوا النداء، ولا يقبلوا لهذه الميليشيا لا وسطات، لأنها دائما تعودنا منها أنها تنكث العهود، وأنها خالفت الرأي والعام والخاص والقبيلة والشهامة والكرامة، وضيعت كل شيء. ومتصل جديد. ألو يا ألو، مرحبا. ألو، اسمعني من التليفون الله يخليك. هلا والله. اتفضل، من معي يا أخي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هلا، السلام عليكم. وعليك السلام، من معي يا أخي؟ الله يعافيك، معك أبو محمد. اتفضل يا أبو محمد، أنت على الهواء. واصل. طيب. واصل، هات ما عندك. أبو محمد. طيب، أنت على الهواء يا أبو محمد، هات ما عندك. وإيش أخباركم طيبين وشهر إن شاء الله بخير، كل شيء بخير. أقول يا أخي، التسامح والتصالح بين الناس شيء طيب يا أخي، والتحريض هذا سواء من الجماعة أو من الأشخاص اليمنيين هذا لا يصير. يا أبو محمد. هلا. أنت عارف إيش الذي ارتكبه الحوثي من جرائم؟ كم الذي الآن في السجون؟ أكثر من 30,000 في السجون. من غير الذي غرر بهم ورماهم في 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 في, في وداهم المقابر. يا أخي، لماذا لا نكون عندنا شجاعة نقول المخطئ أخطأت؟ هذه ميليشيا تحمل مشروع تدميري للبلد ولليمن يا أبو محمد. لو كنا نعلم على أنهم يمنيين، لو كانوا فعلا يمنيين ما ساروا اعتدوا على أعراض الناس. وهتكوا أعراضهم، وصلوا إلى مستوى المرأة، هذا الشيء المقدس المعروف لدى، ما عملت الجاهلية هكذا. اليوم لو قلنا عبد الملك الحوثي شبيب أبو جهل، ظلمنا أبو جهل وظلمنا الذي عبد الأصنام. حتى الجاهلية ما وصلوا إلى المرأة يا أبو محمد، كان عد لهم كرامة ونخوة وعروبة. أشكرك يا أبو محمد. متصل جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير اخي. مساك بالنور النعيم، من معي يا اخي؟ معك ابو كنان القيبي. اهلا يا ابو كنان، تفضل اخي. بالنسبه للقضيه هذه اللي في البيضاء، قضيه ما قضيه شرف وعار، ما هي احد دخلها في السياسه. صحيح. وقد ركننا على الشرعيه من قبل، فشلتنا وباعتنا ودمرتنا وباعت اللي في قتل الشيخ عبد الرؤوف الذهب لما كان في مارب ونزل وقتلته باعته. احنا قضيتنا قضيه كل بيضاني حر وشريف، وكل يمني، وكل يمني يا ابو كنان. نعم، وكل يمني غيور على شرفه. نعم. هذا لا انتهكوا الاعراض، يعني هذا لو نحسب لك، ما لا يمكن احنا نقدر نحصي لك جرائمهم، هذا اللي بس الذي البنت فقط. صحيح. ولا كم الله ما جرائم الذي يعني سرق الناب القتل. صحيح. هم الذي يقولوا الدوله هي تعتبر ام للجميع، مش يعني تقول اموال الناس وعيالها تفكهم، هذا ما هي دوله، هذه ميليشيات. صحيح. جرتناهم في الغدر، يعني ليه اول ما دخلوا عمران صنعاء انطلقوا على رداع قيفه. وقاتلت كيف قتال الابطال، والله نعم. مع الاسف خذلتهم قبائل البيضاء بشكل عام، واليمن حتى الحكومه في صنعاء ذات انا وقت هذا خذلتهم. بس الان الفرصه الاخيره اذا خذلنا الشيخ الاصبعي والشيخ ياسر، معناتها ان معاتبين لنا قائمه في هذا، اما نص واما شهاده، او ما
يعني هي واحده معركه مصيريه مع هذول اقسم بالله انهم اجرموا. صحيح والله انهم والله يا ابو كنان اقسم بالله لان احنا جربناهم انهم اجبن ما توقع وانهم عباره عن قطع ضباع يعني 30 40 طقم يتوجهوا على شخص على عجوز على امراه لانهم جبناء. يا اخي فارس يا اخي فارس الوساطه ليش كل يوم يجيبوا وساطه جديده يا اخي المعروف مطالبنا البيضاء معروفه الليله يا ابو كنان كل يوم تعمل وساطه يا ابو كنان الليله تنتهي هذه كلها الخزعبلات وان شاء الله يا ابيض يا اسود والبادي اظلم البادي اظلم ابشرك القبائل موجوده بقوه وتتوافد لاردمان وعلى راسها اليوم القبائل من قيفه وصلت هناك وكل ونعم بقبائل البيضاء بشكل عام ونعم بكل الرجال نصفهم من الثواد كله وما نستغني عن الملاجئ من جميع ابناء القبائل الله يحفظك سلام ونحيي قبائل مارب والذي كان معنا اما بالنسبه لهذول غدروا بالزعيم يعني جابوا له وساطه لا ما عرفوا وينه وفي الاخير غدروا بالمشايخ وانا انصح المشايخ الذي هم الحين يقولوا اطلبوا منهم ان يكونوا فوق عم بخيمهم يعني الا المشايخ اليوم عندهم الذي باعوا الزعيم والله يكرمك الله ما بقول ما اخلاق معروف معروف كل واحد بيجي حسابه يا ابو كنان التاريخ لا يرحم صح نعم ونصح نصيحه اوجهها لاخواتنا يعني نسميهم متحوثين المغلوب على امرهم انصحهم على الاقل اذا قد ما بيوقفوا هذول بعضهم مش ابناء البيضاء بس انا اقول لك البعض اذا قد ما بيوقفوا مع اصحابهم ويقاتلهم على العار والشرف الافضل انهم يلزموا الحياد اما ان عادهم يضحوا بابنائهم مع هذول الميليشيات صحيح يعني ما يا رجال ما هم راكنين عليهم والله يا ابو كنان لكل ظالم نهايه ما عمر الظلم استمر اذا عجزت قياده الارض دائما نكرر هذا الكلام اذا عجزت قياده الارض تدخلت قياده السماء وما دام الشهيد جهاد الا مجرد شعله لكل المظلومين لكل المضطهدين ان شاء الله مع خير من حد زي ما هم حاطين لسيدهم ضريح في صعده سوف نحط للشهيد جهاد ضريح في البيضه ونكون نزوره ونعتبرها هي الذي اشعلت الثوره في البيضه. اشكرك يا ابو كنان تحيه لك ويعني قبائل اليمن الله. معروف عنها اذا قالت صدقت والرجال موجودين على الارض هي اللهم الاسباب التي تتاخر احيانا الاحداث والناس الذي ما تحب إراقة الدم لكن احنا قلنا يا ابناء البيضاء يا ابو رامي يا كل المشايخ والعقلاء انتم اعتديتوا على احد عندنا دستور الهي وقرار الهي من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم بان حقق رب العالمين يوم القيامه انتم تعرفون ان هذه الجماعه ميليشيات قتلة مجرمين سرقوا لصوص هتكوا اعراض الناس مش في البيضاء فقط في كل انحاء اليمن وبالتالي اليوم جاء الوقت ان يقول كل الشرفاء كل الاحرار كفى كرهنوا على الشرعيه طلعت الشرعيه مجرد وهم اليوم ابناء اليمن هم من سياخذون بثارهم هم من سيطهرون كل مناطقهم من هذه الشرذمه ويعود الامن والامان والاستقرار باذن الله. ومتصل جديد الو يا الو مرحبا هلا ومرحب معك ابو راشد اهلا يا ابو راشد تفضل اخي انت على الهواء معك ابو راشد واصل انت على الهواء يا ابو راشد نظرا مع في سلطاتين قال احمد الصالح هم الا اذا رزق الجلاس مساعده بدون شروط صح قدم شرا للصدر واضح 200,000 عبيد مستويين لا يعطون الامارات مسامرهم ويغسرون وينهبون ويسكنون كما تروا الافراد الطالب لا بيطلع ارفع صوتك يا ابو راشد والله ما انا سامعك ارفع صوتك وضح صوتك سواء وصل رسالتك وعبر عن رايك يقطعوا السبيل الو واصل بس وضح صوتك ال ال شريع المستطير والله ما يقول والله انا سامع ايش يقول اللي بعده ارجو اعاده الاتصال يا ابو راشد والله ما سمعت منك كلمه سوا ومتصل جديد الو يا الو مرحبا اللي مش قادر يمسك معهم الخط يا جماعه على الايمو بالامكان على الدو ما فيش عليه كثير ضغوط او على الارقام التي تشاهدونها على الشاشه متصل جديد الو السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من معي أخي معك أبو محمد من شبين أهلا يا أبو محمد تفضل أخي أول شيء أحييك وأحيي جمهورك الكريم برنامجك الرائع الله يحييك أكثر بس حاولت ارفع صوتك يا أبو محمد ارفع الصوت الحين تسمعني واصل أيوة واصل أولا أحييك وأحيي جمهورك والله الصوت بيتقطع يا ابو محمد ما ادري على المقاطعه غير يا شباب عيد الاتصال يا ابو محمد عيد الاتصال الو هلا ومرحبا من معي يا اخي
مساك الله بالخير يا بارك. مساك بالنور والنعيم. من معي اخي؟ معك ابو امه. ابو امه اهلا يا ابو امه، وين الغيبه؟ اشكركم واشكر البرنامج واشكركم على ما بتدافعوا على اليمن، لان احنا يا اخي احنا شويه هين. لو احنا لا 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 ما حد هين، ما حد ما حد هين يا ابو امت، ما حد هين. الظروف الظروف هي التي قهرت الرجال يا ابو امت، الظروف اللي قهرت الرجال كل شيء بيعود. نعم، لانه لو في نوايا صح في القبائل اليوم ما كان طرحوا مشرفين لكل شيخ مراقب، ما حد يعزم يتلخص من الحوثي دي. الحوثي هذا اصبح ضبط للناس كلهم. لو شي في الاصلاح حوله لا يجمعوا كلمتهم وكلمتنا واحديه، لكن اصبحوا سياسيين كذابين. سمعت انهم كذابين. لو شي نوايا صح والله ما في الحوثي الا لكن قلنا لك مراوغين كذابين. وده الحين الامارات الانتقالي على من؟ على سقطره. اش في سقطره؟ في سقطره جزيره وسط البحر، لكن حسد لجل الامارات لجل احمد علي، واحنا عارفين لهم انهم سقط وانهم هين وانهم نجسي. سمعت يا اخ فارس؟ والحوثي والله ما اضعف منا، والله لو شي لو شي زره رجال. اليوم المشايخ محاصره، اليوم محاصرين وراهم مشتغلين في كل قريه مشرف. بعد فرق يا ابو احمد، بعد فرق، بعد فرق ان شاء الله. واحنا اليوم احنا رهاننا على القبيله اليمنيه وعلى الدستور وناموس اليمن واليمنيين اللي معروف عبر الاباء والاجداد. نعم، عندك عتمة اغتيارات ويقولوا لك هو من تنظيم داعش ومن تنظيم القاعده وهم بيختاروا خلق الله. اغتاروا واحد في عتمة ويقولوا لك هو من تنظيم مدري من. اليوم ما كانت يعني والله قلنا لك إن جاءت إن الحل بأيدينا وإن الحوارات بأيدينا. لو ينضموا للمؤتمر، لكن قلنا لك إلا سياسيين في الخارج بقبقة كذابة، بقبقة كذابة. وكان على عبد الله صالح يدي لهم كلمة واحدة، صحيح كلمة واحدة، لكن قلنا لك ادعوا نص كان يمثل زنبقة ونص يمثل الله يتحاكى في الإعلام ونص. بعد فرق يا ابو امت، اولا خلوا ثقتنا بالله كبير، وكما قلت دائما ونكرر انه لكل ظالم نهايه، وما عمر الظلم والظلام ضل. ستكون نهايه الحوثي نهايه مخزيه، ستكون نهايه فاضحه، سيلاحقونه ابناء اليمن لكل مكان والله. وحتى ابو هؤلاء الذي يتقمصوا باسم ابو الناس عارفين لهم وراصدين لهم. الصبر، الصبر لكل ظالم نهايه. اشكرك يا ابو امت، لا نريد لاحد ان يأس او يحبط. وفي هذا الشهر الفضيل وأكرر الدعوة لكل الآباء، لكل الأمهات، لكل الأيتام، لكل الأرامل، الدعوة إلى الله والتهجد والاستغفار، والدعوة للأبطال في مختلف الجبهات بالثبات، وأن الله يزيل عن اليمن هذه الشرذمة وكل الميليشيات، وأن ينقذ البلد واليمن واليمنيين من هذا الفساد ومن تجار الحروب من كل الميليشيات واللصوص. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا، اسمعني من الجوال الله يخليك، اسمعني من التليفون. الو، غير يا شباب، غير، لا يضيعنا الوقت، الوقت داهمنا. ومتصل جديد. الو الو، مرحبا، يا الو الو، مرحبا. اعود واكرر اذا المشاهدين الكرام، من اليوم القبائل البيضاء على قلب رجل واحد، والنكف القبلي يتوافد المئات والالاف من شبوة، من ابيان، من الضالع، من ذمار، من مأرب، من الجوف، من كل حدا منهم صوب يعني يصلون تباعا إلى محافظة البيضاء. الفترة المحددة التي أعطتها قبائل البيضاء لميليشيات الحوثي وفقا لشروطهم بتسليم القنا والقتلة تنتهي هذه الليلة. نحن أمام مسار وطني جديد لتقول أبناء البيضاء وكل اليمن بعدها كلمة الفصل، لأنه يعني ما بعد هذا الكلام وبعدها هذا الصبر وبعد كل الإجراءات التي اتخذتها يعني وكل الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، وأثبتت أنها مجرد عصابات وأنهم مجندين للخارج وأنهم يدمرون اليمن واليمنيين وأنهم لا يحملون أي مشروع وطني. لو كانوا يمثلوا دولة ما وصلنا إلى ما وصل إليه. ما هم اليوم يحشدوا مختلف أنواع الأسلحة اللي هي دولة ما يحشد ولا يصير يقاتل أبناء قبيلته، يحتكم إلى القانون والدستور. لكن مع هؤذي ميليشيات راكبة ناموسها، مثل ما سمعتم أمس أحد المنتصرين يقول الحوثي يشجع كل عناصره القتلة والمجرمين، يقتل لا وجه السيد، يقتل لا وجه المسيرة القرآنية، لأنه هكذا ابتخسوا الناس وابتخسوا دماءهم وأصبح اليمن رخص عندهم. وكما قلنا سيدفعون الثمن غاليا. الله لا يرضى لعباده الظلم مهما تكبر
مهما تعنتر مهما تبختر. الكبرياء والغرور أنزل إبليس من وكان طاوس الملائكة أنزله من الجنة وأصبح لعين ورجيم إلى يوم الدين. ومتصل جديد. ألو ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل أخي من معي؟ معك أبو قايد الغنيمي. أهلا أبو من؟ أبو قايد الغنيمي. أهلا يا أبو قايد تفضل على رأسي أخي. مناشد القبائل في البيضاء عن البيضاء من صوتك بيتقطع يا ابو قائد. والله صوتك بيتقطع ولا انا سامع حاجه سوا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. من معي يا اخي؟ معك محمد ناصر ابو تاج. من؟ محمد ناصر ابو تاج. اهلا يا عم محمد تفضل اخي انت على الهواء. كيف الحال؟ طيب. نحمد الله على كل حال. هات ما عندك. احنا قبائل البيضاء الناشدة كل القبائل انت تلتفت حول الشيخ العوابي. انت تسمعني؟ نعم سامعك واصل. الناشدة من يتفوا حول قضية اجتهاد الاصبحي العيد وميليشيات الحوثية ارتكبت كل ما لديهم من قوة ضدهم. صحيح. اشكرك يا عم محمد وصلت رسالتك. تحية لكم. وصل جديد. الو الو مرحبا. اسمعني من الجو الله يخليك. الو يا هلا ومرحبا. من معي اخي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. معك ابو هدى ان شاء الله. ابو هدى. ابو من؟ ابو هدى ان شاء الله. طيب تفضل يا ابو هدى. هدى هدى. طيب واصل انت على الهواء. والله يا ها نحن يعني لا معاكم بكل شيء ولكن معانا حزب الذي سبب المشاكل هذه في اليمن كامل. حزب التجمع اليمين للاصلاح. حزب اللي حي الدخول الكاذبه. يا ليت تعرضوا لنا بالقاتكم هذه قاسق قالتكم الحلوه. الأسوار اللي كانوا يذبحون في ساحة وهو بالنهار أصطر الزعيم وهو يعني يبالي كل شيء. هذه مشاكل اللي يبدأ في كل شيء هم أعوضوا الناس. نعم. أو في درجة ثانية أعوضوا الدرجة أولا هم الذي يعملوا كل شيء. هم الذي عند الحوثي للصدر صنعها. هم الذي يعملوا كل شيء. أعوضوا الناس عالتهم مشاكلهم كثيرة. ولكن هي اليمن كل الناس موضوع الحديثين أحييك يا أبو هدى. شكرا لك. واليوم قلنا جماعة أبناء البيضاء ناموسهم أو دستورهم نكف قبلي داسوا الحزبية تحت أقدامهم. اليوم من هو حر؟ من هو من تبقى في نخوة يتحرك؟ الذي قادر بالمال والذي قادر بالرجال والذي قادر بالسلاح باعتبار أنه هذه قضية كل اليمنيين. وإن شاء الله تكون بوابة النصر من البيضاء كما عودونا عبر التاريخ من الستينات والسبعينات. ومتصل جديد. ألو أو آخر متصلين. ألو ألو مرحبا. وجود يا شباب اللي راح. ألو متصل جديد أو آخر متصلين. ألو ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الجوال الله يخليك. من معي يا أخي؟ كيف حالك يا أخي؟ تفضل. من معي يا أخي؟ عرفنا عليك. من معك؟ ابو خالد الحميقاني. اهلا يا ابو خالد تفضل. يا ابو خالد انت على الهواء واخر المتصلين. هات ما عندك. اثناء لكل ابناء البيضاء والشرفاء من ابناء البيضاء. الو واصل يا حميقاني. رسالتنا لابناء البيضاء كافه والقبائل الخاصه ان ينتبهوا ويلتفتوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وانتبهوا للجواسيس الذي بينهم ان شاء الله انهم منتصرين. امين يا رب. امين. اشكرك يا حميقاني. وصلت الرساله. اذا المشاهد الكرام داهمني وقت البرنامج. نحيي كل الاراء. نحيي من لم نستطع ان يصل رسالته ان شاء الله في الايام القادمه. احنا مستمرون معكم. وكما قلت الليله ستقول البيضاء برجالها بابطالها بابنائها سيقولون كلمه الفصل.
لتحيا الجمهورية اليمنية، لا للظلم، لا للجبروت، لا للغطرسة، لا لخرافة الولاية ولا لخرافة الخلافة. الكل على قلب رجل واحد اليوم، والأنظار تتجه سواء أنظار العرب والمسلمين أو أنظار ملايين اليمنيين تتجه إلى قبلة كل اليمنيين مجدداً بتاريخها وحضارتها البيضاء. إن شاء الله سيكون هذا الشهر الكريم أو هذا الشهر الفضيل هو شهر الخلاص من هذه الميليشيات والبادي أظلم مثل ما يقول الناس، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا كما قلنا بكلام الله عز وجل. وما يبقى على اليمنيين إلا أن يشدوا حزامهم، وكما قلنا لكم يا جماعة النصر ساعة، لو شدوا كل الناس والله الحوثي بيفر بيفحطوا بيفحطوا برجعوا صعدة، والذي قد فحطوا لهم أكثر من محافظة وأبو أبو هؤلاء بيلاحقهم الناس، وبيقام العدل والقضاء والإنصاف، ولكل ظالم نهاية. ثقوا بالله كبير وبالأبطال في مختلف الجبهات، ولا تيأسوا ولا تحزنوا ولا تستسلموا، وأمامك التاريخ يا أبو رامي وأنت وكل قبائل اليمن، أمامكم اليوم فرصة تاريخية لأن تعيدوا اليمن واليمنيين وأن تعيدوا المياه إلى مجاريها. دمتم ودام الوطن بألف خير، وتحية لكم جميعا أينما كنتم، إلى اللقاء.